السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم شباب؟ معكم حلقة جديدة من وقت الألعاب. النهاردة يا شباب هنلعب لعبة تاب ذا جوال. أنا لعبت كده مرحلتين كده، أنا في ليفل 7 دلوقتي، ألعب معاكم كمان مرحلتين. تعالى بقى هتعمل ايه؟ المراية دي صح؟ صح. طب يا جعان تعمل ايه برضه؟ المراية دي ايوه يمكن. سمكة القرش هتعمل ايه؟ وين اللحمة؟ ايوه كده وصلت للجزيرة. نكست كابتن ستارت. بعد ما راحت على الجزيرة تعمل ايه بقى؟ ايوه كده كنت عارف. دودي اعمل له كده كده. لا والله يبقى احنا نختار يا شباب نار. ايوه كده طبعا يا شباب، انا هقف لغاية هنا، وعايز الفيديو ده يوصل لستة لايك، ولو عجبك عجبكم الفيديو ادعمونا بقى باللايك، واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والله اشوفكم مع فيديو جديد مع وقت العاب. يلا سلام.